من حيث الرؤية المفهومية للتعصب هو تحيز، هو أن أتحيز لقوم، لنسب، للون، لفريق، لعشيرة، لقبيلة، أن أتحيز لجهة، لحزب. وإذا أردنا أيضا أن ندقق في المفهوم، التعصب هو حالة عاطفية يصاب بها الإنسان تبعث على التحيز وعلى أن يكون لي موقف غير متوازن أو غير متعاطف. فإذا التعصب هو حالة عاطفية لجهة، قد تكون لفريق، لنسب، لدم، للون، لدين أو لنظرية، لرأي معين. وهذه الحالة العاطفية تدعو الإنسان إلى أن يكون له موقف متحيز، يعني غير متوازن وغير متعادل بعيدا عن الصواب.